مرحبا وأعياد مجيدة. بالنسبة لطقسنا غائم وممطر بغزارة مع عواصف رعدية ورياح شديدة بتقارب 70 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر وانخفاض بدرجات الحرارة ورطوبة عالية مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1400 متر، ومنحذر من خطر تشكل السيول وانجرافات التربة، فانتبهوا منيح بالتنقلات. العاصفة مستمرة لنهاية الأسبوع، ونسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 310 ملمتر، السنة الماضية 425، والمعدل العام 290 ملمتر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11، على المرتفعات 6 بالبقعة درجتين والأرز 4 تحت الصفر، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية 14 بالعبدة و10 بجباب، طرابلس 15 والأرز درجة، ومننتقل إلى جبال 15 بعلبك 6، كفر دبيان درجة 12 ببرمانة، ومننتقل من بعدها إلى بيت الدين 8، صيدا 15، والنبطية 12، صور 15. الرطوبة بتتراوح بين 45 و80%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 60 و90 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين؟ 11-15-11-14 و11-15 مع هطول الأمطار. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، والبداية رح تكون من أبوظبي حيث عم تسجل درجات الحرارة 18-24، القدس 8-12، ومننتقل من بعدها إلى طرابلس 13-19، ومننهي مشوارنا ببرلين 4-6 مع هطول الأمطار. وهيدا كان كل شيء. باي.